يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن العز ابن عبد السلام سمي بسلطان العلماء لأنه لا يخاف في الله لومة لائم، ولأنه كان صارما مع الحكام كما قيل. يقول السائل: فأخشى أن يشكل ذلك على بعض المبتدئين بحسن النية، وأنكم ترون الصرامة مع الحكام أو النصيحة العلنية. أي بمثل صرامة العز بن عبد السلام، يروح لمهم وينصحهم، أما أنه يسبهم بالمجالس وعلى المنابر وفي الأشرطة، هذا لا يجوز، هذا فعل الخوارج. أما أنه يروح لهم يقابلهم يتكلم معهم بقوة، هذا طيب. هذا الذي كان يفعله ابن عبد السلام، ما كان يسبهم بالمحافل والمجالس ويذكر معايبهم، هذا ما يفعله أحد من أئمة المسلمين، هذا إنما يفعله الخوارج. نعم.